الحقيقة الموضوع اللي هتكلم فيه النهاردة ده موضوع في منتهى الخطورة، وهو تغير المناخ. من عنوان الفيديو هتعرف ان انا بتكلم عن تغير المناخ. انا هنا من وجهة نظر مصرية بشوف الوضع في مصر وبحكم عليه طبقا للي احنا عايشينه في دولة زي مصر. يعني مثلا طلع محمود شاهين رئيس او مدير مركز التنبؤات بهيئة الارصاد الجوية اول الشهر ده وقال لك ان موجة الحرارة اللي احنا شايفينها دي اول مرة تجيلنا من 50 سنة، وانه درجة الحرارة ارتفعت عن معدلها الطبيعي 7 درجات. يعني ارقام خطيرة جدا. ده تغير مناخ عندنا، مش بس عندنا، في العالم كله. انت شايف حرائق غابات بكم مهول على مستوى العالم، بل وفي دول تجاورك حدوديا. يعني انت بينك وبين اليونان حدود مباشرة بحرية وعندهم حرائق غابات، تركيا عندهم حرائق غابات، الجزائر حرائق غابات. اذا حزام البحر الابيض المتوسط في مناطق طالها بشدة تغير المناخ. تغير المناخ ده اللي جعل رئيس الوزراء المصري بنفسه يعمل اجتماع طارئ يوم 1/8 اللي فات، ورأس الهيئة المصرية او المجلس الاعلى لتغير المناخ. يعني انت متخيل انه تغير المناخ كل دولة في العالم بيرأس المجلس الاعلى لتغير المناخ فيها، او المجلس الوطني لتغير المناخ، وزير البيئة في الدولة. لخطورة الموقف فمصر جعلت ولأهميته والجدوى او ليه انه توصيل الموقف عالميا، لانه الموضوع مش متعلق بمشاريع بتعملها وخطط على المستوى المحلي. انت بتناقش دول في خطط وبتناقش دول في عمليات تنمية، وبتحمل كل دولة مسؤوليتها، وخاصة الدول المتقدمة اللي للأسف هي اللي ساهمت بالنصيب والقدر الأكبر من أسباب تغير المناخ وتلوث المناخ بانبعاثات الغازات الكربونية، وهي في المقابل اللي بتدفع الثمن الأقل بالنسبة للدول الفقيرة، لأن القارة السمراء باختصار وبوضوح هي أكثر قارات العالم تعرضا لأضرار تغير المناخ. موضوع كبير جدا وفي تفاصيل مهمة هنقولها بعد الفاصل، تابعونا. اهلا بحضراتكم مشاهدي الاعزاء، وشكرا جدا على متابعه القناه. لحن موضوع النهارده لا يقل اهميه عن اي موضوع اتكلمنا فيه على قناتنا، بل يزيد اهميه عن كثير من الموضوعات، لان موضوع حساس جدا وبيلمس موضوع محدش بيتكلم فيه بشكل كبير. في سنه 2015 قرار رقم 1912 لسنه 2015 انشا رئيس مجلس الوزراء حاجه اسمها المجلس القومي او المجلس الوطني لتغير المناخ. ده انشئ في مصر في الوقت ده. تتصور انه اول جلسه يعملها المجلس الوطني لتغير المناخ كانت في سنه 2020، وتحديدا شهر ديسمبر، يعني بتكلم من شهور قليله، ودي اول جلسه كان بيرأسها رئيس مجلس الوزراء المصري. الجلسه الثانيه اتعقدت بدايه هذا الشهر، وايضا يرأسها رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي. الراجل بيعمل مجلس عشان يناقش خطوره تغير المناخ. الموضوع بقى انه القصه بتبدا من التالي. العالم كله متفق على انه تغير المناخ دي ظاهره سببها الثوره الصناعيه اللي عملتها الدول المتقدمه حول العالم من حوالي 2 قرن من الزمان، ومنهم طبعا انجلترا، دي اول دولة حصل فيها الثورة الصناعية. الثورة الصناعية او تغير المناخ بقى اللي حصل بسبب الثورة دي بيدفع ثمنه العالم كله. وعايز اقول لك انه انت على سبيل المثال عندك في مصر يعني للغرابة او للرقم الغريب، ان انا هقول لك انه وده شيء غير عادل على الاطلاق، لما تبص على دولة زي مصر تجد انها تساهم باقل من 1% من نسبة تغير المناخ في العالم، ولكنها تتضرر في المقابل بنسبة كبيرة من أضرار تغير المناخ. يعني أنا بتكلم في شيء عادل، يعني لو مصر اتسببت في أنه بحسب وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بتقول أن احنا بنتسبب فقط ب6% من إجمالي مسببات تغير المناخ على مستوى العالم، تيجي الولايات المتحدة الأمريكية تطلع لك فوق 10% لوحدها، وأكثر من 15% ودول أخرى وهكذا. يعني العالم المتقدم كله بيسبب حوالي 70-80% من إجمالي تغير المناخ على مستوى العالم، ويجي الدول كلها بتتشارك في فكرة انها تدفع ثمن هذا التغير. هقول لك مثال تاني، ان انت عندك هنا في مصر السنة دي في شهر يونيو الشهر اللي قبل اللي فات بداية زراعة او بداية حصاد محصول المانجا في محافظة الاسماعيلية، ومحافظة الاسماعيلية دي بتساهم بنسبة 12% من المحصول على مستوى الجمهورية، بيطلع منها حوالي 62 ألف طن سنويا. تتصور انه السنة دي ضرب المحصول ده في محافظة الاسماعيلية ضربة قاتلة في مقتل، لانه درجة الحرارة ارتفعت في مصر، وبتكلم على العالم كله، لكن ارتفعت في مصر مبكرا هذا العام، فوقت زراعة المحصول تغير واصبح انه المانجا بتنضج او كبرت او نضجت في شهر مارس، يعني في غير معادها، والنضوج لما يكون في غير معاده بيحصل يعني فساد سريع للمحصول. فضرب محصول المانجا، بتكلم مثلا هقول لك انه فلاح واحد اسمه حسين من الاسماعيليه بتكلم على انه المحصول عنده خمس افدنه، المفروض يطلعوا 10 طن، الراجل الخمس افدنه بتوعه طلعوا 400 ألف كيلو،
يعني المحصول تقلص بنسبة 80%، ده على حسب بداية صيف هذا العام. الوقت طبعا المحصول مستمر في الحصاد لغاية شهر 9 القادم. عايز اقول لك ان الفكرة هنا انه زراعات كتيرة بتتأثر بتغير المناخ، وعندك في مصر زراعات المفروض انها تتطور لمجابهة تغير المناخ، وده اللي بتتكلم عليه وزارة البيئة. بتقول ان الدولة الوقت بتعد، او وزارة الزراعة تحديدا بتعد دراسات لانتاج زراعات تتكيف وتتأقلم مع فكرة تغير المناخ. عندك مشكلة تانية وهي مشكلة السواحل الشمالية المصرية. الرقم الخطير اللي اقوله لك ان انت عندك 70 كيلومتر من سواحل مصر الشمالية اسمها سواحل حرجة. يعني ايه سواحل حرجة؟ يعني مناطق منخفضة ومعرضة بشدة لهجوم مياه البحر المالح عليها وتقدمها نحو اليابس في تلك المناطق. حصلت مصر بموجب تلك السواحل الهشة او الضعيفة او الحرجة على منحة من UN الامم المتحدة قدرها حوالي 31 مليون دولار، ودي او ده اكبر رقم يعتبر بتمنح مصر لمواجهة تغير المناخ. وخد بالك هنا المنحة المفروض انها بعض المنح بتيجي من الامم المتحدة وبتيجي عن طريق البنك الدولي، بيساهم فيها مانحين اغلبهم من الدول المتقدمة، وده جانب من المشاركة العادلة، لانه انت بتتكلم على دول بتسبب تغير المناخ ودول اخرى بتدفع الثمن مع الدول المتقدمة. ولكن كجانب من العدالة انه الجميع يتقاسم في مجابهة تغير المناخ. الدول المتقدمة عليها دور كبير جدا، انت مش متصور انه الدول المتقدمة لما هتنتج الطاقة النظيفة او الطاقة الجرين انرجي زي ما بيقولوا، وتترك الدول الفقيرة او الدول النامية بدون نقل تلك التكنولوجيا ليها، انه هذه او هيكون شيء مفيد للعالم؟ لا طبعا، الدول الفقيرة اذا ظلت تتعامل بمصادر الطاقة الغير متجددة والطاقة الغير نظيفة هتفضل الانبعاثات الغازات الكربونية يعني تنتشر حول العالم وفي كل مكان. فمن مصلحة الدول المتقدمة هي نقل التكنولوجيا ونقل الخبرات ونقل الدعم المالي والمادي للدول الفقيرة لمجابهة تغير المناخ لغاية ما العالم كله يقدر يتحد لهذه المجابهة. هم عاملين مستهدف انه درجة الحرارة ما تزيدش عن 1.5 درجة مئوية. هل ينجحوا في ده؟ ده سؤال. السؤال الثاني ان احنا عندنا ان شاء الله خلال العام القادم الدورة 27 لتغير المناخ، وده طبعا مفروض انها مصر بتطمح في انها تنظمها العام القادم السنة دي 26، وتنظم في انجلترا، والمفروض انه التصويت هيحصل في شهر نوفمبر القادم على انه يعني توجه مصر او تنظم مصر دورة العام القادم او مؤتمر العام القادم ام لا. الاصوات الافريقية كلها مع مصر، ولكن مع وجود منافسين ربما تتجه الاصوات لدولة اخرى، ولكن الارجح ان تنظم مصر مؤتمر المناخ العام القادم. وده هيكون مهم جدا لانه الاجتماعات اللي بتدور بين المسؤولين المصريين والمسؤولين الغربيين تحديدا، هدي لك مثال انه رئيس الوزراء المصري اجتمع السنة اللي فاتت مع مبعوث الرئيس الامريكي لتغير المناخ. الراجل جه مصر هنا واتكلم واشاد فعلا بالجهد المصري اللي بينظم في مجابهة تغير المناخ. الراجل اتكلم على انه في عندك في مصر هنا مفروض انه القاهرة من اشد العالم او مشد دول العالم اللي بيحصل فيها تلوث، او مشد دول العالم اللي فيها نسبة تلوث عالية في نطاق مدينة القاهرة الكبرى. فمصر عملت استهداف خلال السنتين اللي فاتوا انها تنزل النسبة دي بنسبة 5%. بتقول الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان احنا نجحنا ان احنا ننزلها من 5% ل 25%، وده عن طريق عدة اجراءات. اول حاجة ان هم بدأوا يزودوا استخدام الاتوبيسات الكهربائية داخل نطاق القاهرة الكبرى، ومن ثم محطات الشحن المرافقة لهذه الاتوبيسات. رقم 2، انت بتنقل مقالب تجميع كمامة من داخل القاهرة تنقلها خارج القاهرة، يعني بيعملوا عملية هيكلة وتنظيم الان لمقلب كمامة ابو زعبل، وده في شمال القاهرة، وبيعملوا مقلب دفن نفايات او كمامة كبير جدا في منطقة العاشر من رمضان. عندك ايضا عملية ربط المصانع بنظام هيكلة معين في عملية يعني اخراج نفايات المصانع، وده بتتكلم عنه وزيرة البيئة انه هيحصل مستقبلا. فالسفير او المسؤول الامريكي لما التقى برئيس الوزراء دعا الشركات الامريكية المتعلقة بمجال الجرين انرجي او الطاقة النظيفة ومجال السيارات الكهربائية للاستثمار في مصر. طبعا الخطوات هنا انت كدولة بتدفع ثمن كبير لتغير المناخ. على سبيل المثال انت عندك تغير المناخ بيؤثر على كمية المياه اللي بتجيلك عام تلو الاخر، يعني لو في جفاف حصل في دول منابع النيل انت كدولة هتتأثر بشدة بسبب هذا الجفاف، لانك دولة طبيعي كده انت دولة جافة زي الدول المجاورة كلها، فعندك مشكلة بالتأثر بهذا الموضوع، عندك مشكلة بهجوم مياه البحر المتوسط، وعندك مشكلة تانية بتلف بعض الزراعات، ولكن في المقابل بتعمل يعني اعمال قوية جدا، منها تحديات. انت عملت غابة في مصر هنا اسمها غابة سرابيوم، حدش سمع عنها.
الغابة دي انشئ فيها لغاية بداية السنة اللي فاتت او لغاية السنة اللي فاتت حوالي 200 هكتار من الاشجار، طبقا لاتفاق عملته مصر مع عدد من الدول الافريقية حوالي 12 دولة ان هم ينظموا مشروع كبير اسمه Great Green Wall او الحائط او السور الاخضر العظيم زي سور الصين العظيم كده. ولكن طبعا انضم لهم كمان حوالي 9 دول اخرى، يعني عدد من الدول الافريقية حوالي 20 دولة موجودين في هذا النظام، بيستهدفوا ان هم يزرعوا حوالي 8000 كيلو متر زراعات خضراء. تعرف انت عامل غابة سرابي معلى مفروض مياه صرف صحي وزراعي، فانت بتحاول تستغله وتحاول تعمل. عملت وزارة البيئة حاجة تانية او عملت الدولة المصرية حاجة تانية ناس كتير مش واخده بالها منها، والدور هنا ان احنا نوضح لحضراتكم بعض المعلومات اللي ربما تغيب عن المشاهدين. حاجة اولى اسمها ادارة للانذار المبكر تابعة لوزارة الري والموارد المائية المصرية. الادارة دي بترصد قدوم اي فيضان او اي سيول من اي اتجاه، ثم الاستعداد بشكل بسرعة قصوى لمجابهة هذا الفيضان والاستفادة من مياه الخاصة بهذا الفيضان في تخزينها وانك تعمل اقصى استفادة منها. الحاجة التانية عملت الدولة حاجة اسمها الخريطة التفاعلية، ودي الاهم ولازم نوضحها بشكل اوضح. يعني الخريطة التفاعلية يعني انت عندك تنبؤ مستقبلي بتعمله الخريطة دي عن طريق مساعدة الجيش المصري، هو اللي ساعد في انشاء هذه الخريطة بحسب الدكتورة وزيرة البيئة. الخريطة التفاعلية بمعناها او بما معناها ان انت بتعمل خريطة بتتنبأ بحالة الطقس ابتو حوالي 150 سنة، يعني انت معاك لغاية سنة 2150 بترصد كل المتوقع على نطاقات جغرافية معينة في مناطق معينة من اراضي مصر كلها سواء في السواحل الشمالية او في اي مكان لغاية 2150. فدي خريطة تفاعلية على اساسها تعمل عندك 16 تجمع جديد او 16 مدينة جديدة، ودي تجمعات عمرانية ما اتعملتش بدون هدف او ما اتعملتش بدون تخطيط، لا دي اتعملت ومعروف ان التجمعات دي خلال السنين الجاية ايه التحديات اللي هتواجهها مناخيا. يعني مش هروح اعمل مدينة زي المنصورة الجديدة على ساحل البحر المتوسط في محافظة الدقهلية وانا عارف ان خلال 50 سنة البحر هيهجم على المنطقة دي ويغزو المدينة والبيوت تغرق مية، لا طبعا انا عارف ان انا معايا دراسات بخريطة تفاعلية بتقول المدينة دي لغاية سنة 2100-2150 هتفضل في شكل آمن، وهكذا المدن اللي اتعملت على السواحل الشمالية ومنها مدينة العلمين الجديدة، وإلا ما كنتش عملت مدن جديدة في مناطق سواحل شمالية. وأنا قلت لك في البداية أنه عندك 70 كيلومتر في السواحل الشمالية هي مناطق تعتبر مناطق حرجة معرضة لهجوم البحر، ولكن في المقابل أنت عندك 31 زي ما قلت لك مليون دولار اشتغلت على هذه المناطق وبتستخدم الآن من وزارة الري والموارد المائية، وفي جهة معينة كده اسمها جهة حماية السواحل الشمالية المصرية او هيئة حماية السواحل المصرية. الهيئة دي معنية بالدفاع عن السواحل المصرية من هجوم البحر المالح. على سبيل المثال ال 31 مليون دولار كانوا موجهين لخمس محافظات بالاسم في مصر، وهي محافظات من الشرق بورسعيد ثم دمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة، واكثر مناطق هشاشة في منطقة معروفة اللي هي منطقة ما بين رشيد والاسكندرية، هي منطقة يعتبر ضعف وهشاشة ومعرضة لهجوم البحر المتوسط. انا بديلك الارقام والمعلومات وهسيب لك مصادر كل شيء بقوله في صندوق الوصف. فعندك حوالي حتى 112 مركز لرصد الهواء في مختلف انحاء الجمهورية لرصد طبيعة الهواء وتحليله والعمل على انه بتشتغل على تنقية هذا الهواء ومزيد من التنقية. القاهرة الان بتدخل في معادلة اخرى، وهي انه يستخدم تطبيقات في بيستخدمها سكان القاهرة بتعرفهم طبيعة شكل الهواء اللي هم عايشين فيه ونسبة التلوث في هذا الهواء، ومن ثم المواطن لما يستشعر انه في هواء ملوث او معرض لمزيد من التلوث هيبدأ يتخذ اجراءات منها انها يحافظ بشكل اكبر على الهواء. الاجراءات الاخرى هي انك بتدخل انواع من السيارات تقدر تشتغل او تحويل بمعنى اصح بطاريات السيارات انها تعمل وماكينات السيارات انها تعمل بالغاز والكهرباء، ودي مبادرة داخلة فيها مصر وبتحاول على سنة 2023 مستهدف تماما انك تنتهي من استيراد البنزين والسرار من اي دولة اخرى، وده رقم كبير جدا بيساهم في رفع معدلات يعني تنقية الهواء المصري من عوادم السيارات اللي كانت بتدور بالبنزين والسولار. فده معدلات او دي ارقام المفروض نطرحها لحضراتكم ونعرف انه احنا امامنا تحديات يعني خطيرة من تغير المناخ، والدولة بتسعى قدر الامكان لمجابهة تلك التحديات. وده مش بكلامي، ده باشادة المجتمع الدولي، واليو ان مش هتجيب لك 31 مليون دولار الا لو عارفة انك بتقدر انك تستخدم الفلوس دي في مجابهة تحديات تغير المناخ. بلاش ده، انت حصلت على منحة من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار خلال العام الماضي في يعني بداية شهر اكتوبر ايضا عشان تقدر تجابه تحديات
خاصه بتغير المناخ وتحديدا في منطقه القاهره الكبرى اللي بتمثل تحدي كبير جدا من ناحيه ارتفاع درجه حراره القاهره وارتفاع نسبه الرطوبه بسبب الزحام وعوادم السيارات. احنا بنتكلم على تحديات مهوله وضخمه بتتعرض لها مصر وتعرض لها دول العالم كلها. وطبعا حضراتكم شايفين كيف يذوب الجليد في العالم الشمالي او القطب الشمالي والقاره القطبيه الجنوبيه او الانتاركتيكا، وكيف يتحول او ترتفع مستوى مياه البحر لتغمر بعض مناطق العالم. وكانت معروف ان دوله زي هولندا اللي اسمها بالانجليزي حتى نيذرلاندز، يعني الاراضي المنخفضه دي اراضي معرضه لانغمار جزر فيها بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر على تلك الجزر. واضح جدا انه الموضوع خطير جدا، وانه احنا بنتكلم على ظاهره هتطرح او هتظهر لحضراتكم خلال السنين الجايه. شعرنا باثارها خلال الفتره الماضيه، شهر اغسطس اتكلمنا على ارتفاع درجه حراره كان المفروض انه خلال السنين الماضيه بيقعد ايام، يعني اربع ايام خمس ايام، لكن تيجي تبص تلقى موجه ارتفاع درجه حراره مستمره لوقت طويل. ودي من علامات تغير المناخ، انه يحصل تغير مفاجئ وانه يحصل تغير مستدام لمده زمنيه طويله كانش بيحصل قبل كده، ولكن ده معروف انه هيحصل، والمفروض ان احنا كلنا بنستعد لمجابهه اي نوع من تغير المناخ في جهات معنيه، جهات مسببه وجهات متضرره. يعني ايه جهات مسببه وجهات متضرره؟ يعني عندك قطاعات في كل دوله، قطاع الصناعه، قطاع الطاقة، قطاع النقل وقطاع المخلفات، دي جهات مسببة. لكن تبص على قطاع الزراعة دي جهة متضررة، قطاع الموارد المائية جهة متضررة، قطاع السواحل جهة متضررة. كل قطاع بيتحمل مسؤولياته فيما يسببه، وكل قطاع بيتحمل مسؤولياته فيما ينتج أو يعني يحدث من ضرر لهذا القطاع. دي يعني ده حوالي معلومات بحاول أوضحها لحضراتكم. أتمنى أكون وضحت جزء من المعلومات، معلومات كتير جدا، ولكن الفكرة هنا انه هو تحدي وبنبرز خطورة هذا التحدي. واحنا ربما نكون ملناش ذنب، انا وحضرتك ملناش ذنب في اي شيء مما يحدث، ما عملناش شيء لحدوث هذا التغير، ولكن هو طبيعي كان يحصل. والدول المتقدمة حتى اللي سببت هذا التغير كان لازم تقوم بالتجارب او كان لازم تقوم بالثورة الصناعية، لانه عملية التنمية والتقدم اللي بيعملها الانسان تؤخذ منها ليبنى عليها. يعني مش هيقدروا يوصلوا ليه المصادر المتجددة من الطاقة غير لما كانوا يستخدموا المصادر الغير متجددة من الطاقة. مش هيقدروا يعني يعملوا عدم تلوث البيئة باستخدام الطاقة غير لما كانوا الأول يلوثوا البيئة باستخدام الطاقة، ومن ثم تنقل العملية من مرحلة لمرحلة أخرى. بنتمنى نكون وضحنا لحضراتكم معلومات مهمة عن هذا الموضوع. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.